Shada FM. La radio que j'aime. دونك كما قلنا الحديد دونك هذا لا نقاش عليه قلنا بان مهم هنا نعاودوا ناكدوا بان التغذيه ديالنا جينيرالمون هي كتعطينا من 10 حتى 15 ملغ ديال الحديد باغ جوغ نعم. ولكن غير 10 حتى 30% من هذا الحديد اللي كندخلوا للدات ديالنا هو اللي كيمتص في الامعاء نعم. وهذا البورسنتاج كيختلف على حسب الحاجيات ديال الدات اذا كان الدات خاصها الحديد غادي تمتص كتر دونك المخزون نرجعوا للمرأة الحامل التخوف الكبير عندنا هو نهار كتبغي تولد دونك داك المخاض ويكون فيه شي ايموراجي الله يحفظ والفشل والمرأة ما كيبقاش عندها داك الجهد باش تزحم لان المرأة اللي عندها انيمي بروفون صعيب عليها ان دير داك ليفور كامل يعني. هنا كيولي المشكله في داك الساعه وكنقدروا كاع الله يحفظ نوصلوا كاع نزيف حاد وفي عوارض بلا ما ندوع عليه دونك من الاحسن الوقايه مع الطبيب وحتى الناس اللي في البوادي وداكشي راه كاين طبيب توجور طبيب كاين بارتو الطبيب العام كيف الطبيب المختص المهم هي المراه تمشي عند الطبيب وتطلب ولا حسات بهاد العوارض دوي مع الطبيب ديالها باش يكتب ليها الان اف اس وواحد التحليله اللي مهمه اللي غنبداو دابا ندويو على التشخيص هي الفيريتين اللي هي لا باز وهي هي اللي غتفسر لينا هذا المخزون كامل لان الحديد هما جزيئات صغيره كتكون كتمشي مع السائل الدموي وكتقبضهم واحد البروتين هي بروتين دو ترونسبور سميتها ترانسفيرين باش كتدخلهم للخلايا الخلايا اللي محتاجه كما قلنا هذا الحديد مهم بزاف في تكوين الكريات الحمراء الا ما كانش هاد الحديد ما غتكونش الهيموغلوبين ما غيكونوش الكريات الحمراء وهاد فقر الدم كيكون كيتطور في مراحل ثم هاد المراحل دونك انيسيالمون كيبدا الحديد كينقص دونك كيبداو التكوين الكريات الحمراء كينقص التكوين ديالو لا ميتوز كتكثر كيوليو عندنا كريات صغار اللي كنسميو لا ميكروسيتوز ديك الساعه الفي جي ام هو لو فوليوم ديال هاد لي غلوبول كيكون ناقص وحتى الاحمرار حتى الاحمرار حتى الاحمرار ديال الدم ديال السائل كيكون كينقص علاش لان الكونسونطراسيون ديال الهيموغلوبين كتقلال لان الحديد ما كاين دونك ملي غنشوفوا التحليله ديالنا ديال ان اف اس غادي نلقاو الهيموغلوبين ناقص والفي جي ام ناقص غادي يصير ليكستريم الفي جي ام و سي سي ام اش حتى هما ناقصين سا فو دير هيبوكرومي وميكروسيتوز شادا اف ام لا راديو كو جيم